راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الاثنين 23 من شهر 5 سنه 2022. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. غضب عارم في الخرطوم بسبب القمع الوحشي لمواكب السبت، ولجان المقاومة في الخرطوم والولايات تعلن التصعيد. اعتقال المحامية أمال الزين القيادية في الحزب الشيوعي، والحزب الشيوعي يقول الاتفاق مع عبد الواحد والحلو يهدف لتشكيل جسم تنسيقي لقيادة الثورة. إصابة 3 أشخاص بينهم ضابط في تفجير قنبلة بجنوب دارفور، وإصابة 4 أشخاص في عملية نهب مسلح بشمال دارفور. معتقلو سجن بور السوداني يعيشون أوضاع سيئة، وفتح مدبر القلابات بعد إغلاق استمر 4 أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت الخرطوم ومدن الولايات حالة من الغضب بسبب مقتل الشهيد محمد خالص برصاص القوات العسكرية وإصابة العشرات خلال قمع مواكب أم درمان يوم السبت. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن الشهيد محمد الخالص الدين 20 سنة قتل بسبب إصابته بطلق نار متناثر في الصدر يرجح أنه سلاح خرطوش، وأدانت قطاعات واسعة الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها القوات العسكرية في أم درمان، حيث أدانت قطاعات سياسية ومهنية وثورية عديدة انتهاكات القوات في مواجهة المتظاهرين السلميين. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: يا موخ الرجال على فوق النار نحن الغاشر أولاد الثوريين أيامنا عدى الوار الناشر فيك العيون من المزيدين. أعربت الآلية الثلاثية اليوني تامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد عن قلقها البالغ أزاء استمرار استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات، مما أدى لمقتل متظاهر واحد على الأقل يوم السبت وإصابة العديد من المتظاهرين. وجددت الأهلية مناشدتها للسلطات لوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف جميع الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ. أقلقت لجان المقاومة يوم الأحد عددا من الطرق الرئيسية بالخرطوم باستخدام المتاريس وإحراق الإطارات في إطار التصعيد الذي أعلنت أنه لجان المقاومة بسبب العنف المفرط في مواجهة مواكب 21 مايو. من جهتها نظمت لجان مقاومة مدني موكبا ومخاطبات مركزية في السوق الكبير تضامنا مع مواكب أم درمان. كما أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى عن مليونية يوم الاثنين نحو شارع الشهيد عبد العظيم تنديدا بالقمع الوحشي. اعتقلت السلطات المحامية أمال الزين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي عصر الأحد بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه الحزب بمقره في الخرطوم 2، وأشارت المصادر إلى اعتقال أمال من أمام مطعم الأحباب في الخرطوم 2 من داخل عربة زوجها. وكانت السلطات اعتقلت سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادي في الحزب صالح محمود يوم الخميس قبل أن تطلق سراحهم بعد ساعات لتعود لاستدعائهم يوم السبت. وأضاف في هذا الخصوص: أنا ساقوني من الصالة ومشوا، وفيما بعد عرفت أنه الخطيب برضو مشوا له في البيت. التحقيق كله كان حول السرت بتاع الرحلة، كيف ترتبت ومنو المول الرحلة دي. قلنا له ده الحزب الشيوعي موارده الذاتية، قطع علينا التذاكر والإقامات ومشينا. كشف محامو الطوارئ أن 28 من أعضاء لجان المقاومة ما زالوا في سجن بورت السودان في أوضاع سيئة، مشيرين إلى نقل 3 منهم إلى المستشفى وإعادتهم إلى السجن قبل أن يتماثلوا للشفاء. وقالت رحاب المبارك من محامي الطوارئ لراديو دبنج أن عدد من المعتقلين تعرضوا لحميات خطيرة، وأشارت إلى النقص الحاد في الغذاء
بالسجن وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، وأضافت في هذا الخصوص: الناس ديل تم نقلهم من سجن صوبة لسجن بور السودان، حوالي 28 معتقل بيعانوا من أوضاع صحية سيئة لأبعد الحدود بسبب الطقس الرديء، وبيشربوا في المويه الغير صحية، أجاد عليهم حمى من الحمى ما بتجي مع بداية كل خريف. أصابت 4 من المعتقلين ديل وتعبوا جدا لحد ما ودوهم المستشفيات ورجعوهم تاني للسجون في نفس المعتقل. ما قاعدين في السجن ديل يبقى لأمر طوارئ، لا هم مجرمين. قال الحزب الشيوعي أن لقاء وفده مع عبد الواحد والحلو يهدف لبناء جسم تنسيقي لقيادة الثورة وصولا للتغيير الجذري. وأكد محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب في مؤتمر الصحفي يوم الأحد توقيع اتفاق مع عبد الواحد، بينما لم يتم توقيع اتفاق مع الحلو بسبب رؤية الحركة الشعبية الخاصة للآليات ولظروف خاصة تتعلق بالحركة. وقال الخطيب أن الاتفاق مع عبد الواحد نص على فصل الدين عن الدولة وتسليم مجرمي الحرب للمحكمة الجنائية الدولية وحل الميليشيات بما فيها الدعم السريع وفق الترتيبات. وأضاف محمد مختار الخطيب في هذا الخصوص: اتفقنا جميعا مع الحركة الشعبية شمال وكذلك مع حركة وجيش تحرير السودان على ضرورة تحالف والثورة الحية صاحبة المصلحة في التغيير الجذري الشامل، بل بتتكون من الطبقات والشرائح الاجتماعية المقهورة في المركز والهامش. من جانبه شن صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي هجوما حادا على الآلية الثلاثية اليوني تامس والاتحاد الأفريقي والإيجاد، واتهمهما بالسعي لإعادة القوى السياسية للشراكة مع العسكر بطرق ملتوية عبر طرح التسوية. وأعلن صالح محمود في مؤتمر صحفي رفضه أي وصاية خارجية على السودان، واتهم مبعوث الاتحاد الأفريقي واللوبات بتكرار نفس الدور الذي لعبه عام 2019، وأضاف في هذا الخصوص: ودي رسالة للآلية المشتركة الثلاثية، أرفعوا يدكم من السودان، أرفعوا يديكم من السودان. السودان ما مستعد لأي وصاية من الخارج، لو من الأمم المتحدة، من الاتحاد الإفريقي، من الإيجاد، ما بنعرفهم تاني. طالما هم ماشيين في اتجاه إنه يسوقونا عشان نرجع للشراكة بصور ملتوية. أصيب 3 أشخاص من بينهم ضابط برتبة رائد في تفجير قنبلة كارينيت بالقرب من إحدى متحركات الأجهزة الأمنية في محلية رهيد البردي بولاية جنوب دافور يوم الأحد. وقال شهود لراديو دبنغا أن مواطن يستقل دراجة نارية موتر ألقى القنبلة مما أدى لبتر يده وإصابة شخص آخر كان يرافقه بالموتر بجروح خطيرة، بجانب إصابة ضابط يتبع لجيش برتبة رائد. وصفت حالته الخطيرة حيث تم نقل 3 إلى مستشفى السلاح الطبي لتلقي العلاج. أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة صباح الأحد في هجوم شنه مسلحون على 7 عربات لوري في طريقها من معسكر سرت النيل النازعين إلى مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال آدم جمعة انترنت لراديو دبنغا أن عدد كبير من المسلحين يستقلون انتزاع مواتر واعترضوا طريق العربات في 8 من صباح الأحد واعتدوا على ركابها بمؤخرات البنادق والعصي والصياد، ونبه إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة نقلوا بسببها إلى مستشفى كبكابية. وأشار إلى نهب مبالغ نقدية تقدر بالمليارات وعدد كبير من الهواتف النقالة، ونوه إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة كبكابية، وأضاف في هذا الخصوص: حددهم كلهم رقدهم، أي زول ما يرفع راسه فتشهم، بعد ما فتشهم كمان فتشوا العربات، شالوا القروش بتاعت السواقين والرقاب اللي كان عندهم والتجار الجايين في سوقنا، شالوا منهم قريب 7 مليار ودقوا بأكاكيس وضربوا صغيرة تقيل. فتحت السلطات صباح الأحد معبر القلابات الذي يربط ولاية القضارف بأثيوبيا بعد إقلاق دام 4 أيام بسبب مقتل عدد من المواطنين على يد الميليشيات الأثيوبية. وقال جمر الطاهر لراديو دبنغ أن الحركة التجارية وحركة المواطنين في المعبر بين البلدين عادت إلى طبيعتها، بجانب السماح بدخول الأعمال الزراعية الأثيوبية، ونوه إلى عدم اتخاذ أي إجراءات بشأن اعتداءات الميليشيات الأثيوبية. نظم العاملون في حقل حساية التابع لشركة أرياب لتعدين الذهب يوم الأحد وقفة احتجاجية داخل الحقل مطالبين بزيادة الأجور، وردد المشاركون في الوقفة هتافات مطالبين بحقوقهم، كما وجهوا انتقادات للسياسات التي تنتهيها إدارة الموارد البشرية في مواجهة العاملين.
أغلق محتجون يوم الأحد مباني محلية أروما بولاية كسل لساعات بسبب أزمة مياه الشرب. وقال خضر مصطفى عضو لجنة الخدمات والتغيير بالمدينة لراديو دبنجا أن المدير التنفيذي تعامل مع المحتجين بصورة غير لائقة، وأشار إلى ارتفاع برميل الماء إلى 2000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص: في احتجاجات في أروما وفي أزمة موية، قاموا وقفوا الشبكة القديمة بدون ما يبروا الناس بأن المها تقطع في الشبكة القديمة والناس تتحول الجديدة، وفي مكانات الجديدة ذاتها ما وصلتها. الصراحة قمنا لمينا من الأحياء ناس طمعنا في السوق، مشينا المدير التنفيذي في المحلية، بعدين مشينا درسنا المحلية، المحلية استنونا عاملين الدراب، استنونا الغفرة قاعدين، ما استنانا زودنا ترس المحلية. فتحت إدارة ميناء عثمان دينا في سواكن بولاية البحر الأحمر الميناء بعد إقلاق استمر لساعات يوم السبت بسبب اقتحام عسكريين قادمين من اليمن لمخازن الميناء. وأوضحت المصادر أن العسكريين لم ينصاعوا لتوجيهات إدارة الميناء، وأنهم حاولوا البحث عن أمتعتهم بأنفسهم بحجة وجودها في المخازن لفترة طويلة. وقالت المصادر أن إدارة الميناء قررت استئناف العمل في الميناء بعد تلقيها التزاما من جهات عسكرية بعدم تصرفهم على ذلك النحو مجددا. أوقفت محلية جبية المعادن بولاية البحر الأحمر قرار منح أراضي لقوات الدعم السريع بغرض إنشاء معسكر تدريبي بسبب اعتراض مواطني المنطقة. وأشار القرار الصادر نهاية الأسبوع الماضي إلى اعتراض عشرات المواطنين على قرار إنشاء معسكر تدريبي على ساحل البحر الأحمر في منطقة مرسى عويتري. أفرجت السلطات يوم السبت عن 14 معتقلا بينهم طفل بالطمانة العادية من القسم الشمالي بالخرطوم. وقالت المحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن السلطات فتحت بلاغات في مواجهة المعتقلين تحت المواد 77 و69 الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة. وبينت المحامية رحاب بأن من بين المفرج عنهم الطفل صابر كانت حالته الصحية متدهورة. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا: نحن أفرجنا عن 14 أمس في الحراسة حق شمالي مفتوح عليهم بلاغات 77 و69، وكل النيابة المناوب أمس مشى معانا وشاف الوضع الصحي المتردد للولد صابر استفرغ دم، أطلقوا صراحة بالضمان العادي، يعني أصروا على إبقائهم في الحراسة رغم إفراجهم بالضمان بفهم أمر الطوارئ. وبقت في محاورات وسجالات ووضع صحي ما يهو أخذ عطى. دخل العاملون والموظفون في السلطة القضائية يوم الأحد في إضراب مجدول لأن العمل بسبب عدم تطبيق الهيكل الراتبي والاستحقاقات المالية والوظيفية وعدم تعامل السلطة القضائية وإدارتها العليا مع حقوق العاملين على أساس العدالة. وقال محامو لراديو دبنجا أن الإضراب أدى لتوقف العمل في أكثر من 20 محكمة بجانب عدد من محاكم الولايات. نظم عدد من أبناء منطقة سونكو بمحلية الردوم بجنوب دارفور يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة بنيالة استنكار لإعادة حبس 14 من أبناء المنطقة برأتهم المحكمة. وكانت المحكمة وجهت الاتهامات ل 15 شخصا الأسبوع الماضي وبرأت 14 آخرين من تهم القتل والحرق والنهب والتخريب، وذلك على خلفية تعرض قوة من شرطة مكافحة المخدرات لكمين مسلح أواخر رمضان قبل الماضي بمنطقة سونكو بمحلية الردوم، مما أدى لمقتل 14 من قوات الشرطة وجرح آخرين. وقال صمد الجمعة المتحدث باسم المحتجين لراديو دبنجا أن قرار لجنة الأمن بإعادة حبس أبنائهم مخالف للقانون. الخبر الأخير في النشرة: عقد سفراء الدول العربية يوم الأحد اجتماعا برؤساء حركات الكفاح المسلح مسار دارفور وقيادات الدعم السريع، تناول أهمية تفعيل دور الدول العربية في دعم السلام في دارفور والانتقال في السودان. وقال إعلام مسار دارفور في تصريح أن الاجتماع انعقد بمنزل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان السفير حمد محمد الجنيبي. وقال إعلام مسار دارفور أن الاجتماع ضم رؤساء حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا مسار دارفور وقائد ساري قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، ليكون مني أطيب التحايا.